إذا وقف الدعم عن المواد الأساسية منهم الدواء رح يغلى سعر الدواء بخمسة لستة بالمية، وبهيدي الفترة اللي عم نمر فيها بلبنان ما بعرف قدي المواطنين قادرين يدفعوا دواء أغلى بخمسة لستة بالمية. إذا هيدا الدعم في حال رفع من قبل مصرف لبنان عن هالمشتقات النفطية، نحن بدنا نوقع بكارثة زيادة عن الكارثة اللي نحن دجا واعين فيها، للي بدها تشكل أزمة كتير كبيرة. أول شيء رح يصير فيه نقص للمواد، اثنين رح يصير في عنا غلا، وهيدا الغلا رح يأثر على إنتاج الطاقة، اثنين على الموتورات اللي هي عم تعطي اشتراكات بدها تخف المادة، ووقعنا فيها من شي شهر خفت المادة كتير وغليت ومشيت السوق السوداء، ثلاثة على المواصلات. يعني نحن بنعرف انه بالنسبه للاحتياط، الاحتياط من العملات الاجنبيه عند بدء الاحتجاجات الشعبيه الثوره الشعبيه كان 25.28 مليار دولار، وهون عم نحكي عن احتياطات بدون سندات اليورو بونز اللي هن 5.7 مليار دولار. اليوم نحن بالتقديرات اللي موجوده او بالارقام الرسميه اللي صادره عن مصرف لبنان هي 18.97 مليار دولار، وبالتالي اذا استمرينا على هالموال تقريبا نحن بشهر تشرين الثاني رح نوصل لمستوى 17 مليار دولار، وهو مستوى الاحتياط الالزامي. الاحتياط الالزامي هو نسبه من الوديع بحطوهم كرمال الحفاظ على القطاع المصرفي وعلى الوديع، لذلك لن يتم المس فيهم، سيتم التوقف عن دعم المواد الأساسية. يعني نحن بنشوف انه الحلول بالدرجة الاولى هو تشكيل حكومي، القيام باصلاحات لحتى نقدر نتوصل مع المجتمع الدولي بالمفاوضات، وخاصة مع صندوق النقد الدولي، لحلول يتم فيها ضخ المال. لا يمكن انه يكون في حل للأزمة المالية والنقدية بدون ضخ دولارات من الخارج، ولا يمكن يكون في حل للأزمة الاقتصادية بدون استثمارات من الخارج كمان.